أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام الفلسطيني، معربا عن تقديره كذلك لاستضافة مصر اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وما تم تقديمه من تسهيلات لانعقاد هذا الاجتماع. جاء ذلك في كلمة الرئيس الفلسطيني في ختام أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والذي تستضيفه مصر بمدينة العالمين الجديدة، حيث ثمن عباس رعاية القاهرة المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية. توجه باسمنا جميعا وباسمي شخصيا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى مصر الشقيقة بعميق الشكر والامتنان على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.